فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لدي مؤسسة للمقاولات ولدي عمالة، أشترط عليهم أن أتركهم يشتغلون لصالحهم ثم يدفعون لي 200 ريال في الشهر، فهل هذا الفعل حلال؟ لا، هذا صادر بقرار منذ 25 سنة من هيئة كبار العلماء بتحريمه ومنعه. إما أن تأتي بالعمال لعمل عندك، وإما أن لا تستقدم عمال لأجل استغلالهم، تشغيلهم عند الناس وتأخذ من تعبهم. لا، هذا ممنوع نظاما وممنوع شرعا. نعم.